بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد وأحد أهم المسارات التغذوية الهامة جدا 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 في هذا الفيديو. جرت العادة حين نتكلم على المفاصل والعظام نتكلم على الكالسيوم، نتكلم على الفيتامين د، نتكلم على هذه الأشياء الرئيسية، وهي رئيسية بالفعل، ولكن ننسى أن العظام تتكون كبنية تحتية رئيسية من شيئين، من بروتينات ومعادن. بروتينات ومعادن، هذه بنية العظام. ومن المكونات الرئيسية جدا، ويعني يعطوا الميزة الرئيسية للخلايا المدمجة بين أنسجة الجسم العظمية على وجه التحديد، وهما صلب موضوعنا اليوم، هما أمرين: الكولاجين وفوسفات الكالسيوم. كولاجين، طب احنا بنعرف الكولاجين للبشرة، بنعرف الكولاجين للتجاعيد، إله دخل كمان في العظام؟ إله دخل في العظام. تعالي نشوف لماذا الكولاجين. لسه توي بنقول انه العظام تتكون من بروتينات ومعادن، اذا هو يعتبر بنية تحتية رئيسية للعظام. رقم اثنين، يعزز من كثافة العظام. إذن هذا بده يساعد المعادن في إيش؟ إنه يكون بنية العظام قوية، كثافتها قوية، مش نعاني من هشاشة عظام بسرعة، وليس عندنا كسور بسرعة. تمام؟ طيب تعالوا شوفوا الميزة الأهم عاد هلأ. وجود الكولاجين بخلينا لما نكبر مش يقل الكثافة، لا، بيمنع فقدان هذه الكثافة. إذن بحافظ على قدر الإمكان على مستوى ثابت من مين؟ من كثافة العظام. وبالتالي كيف بده يشتغل الثلاثة هدول؟ لازم يكون محفز للأنسجة على إنتاج الكولاجين. شوف، الكولاجين يحفز الأنسجة لإنتاج الكولاجين، وعشان هيك دائما بحاجة إلى مكملات الكولاجين. شفتوا ليش إحنا بحاجة للمكملات؟ في بعض الأحيان نحن بحاجة للمكملات مثل حاجتنا لمين؟ للغذاء، بنفس الدرجة. ويمكن الكولاجين هو واحد من هذه الأمثلة. ليش؟ عشان دائما يحفز الأنسجة على إنتاج المزيد من مين؟ الكولاجين. وزي ما بنقول دائما هذا الشيء مرحب به في جميع الاتجاهات، ليس فقط في اتجاه العظام بل أيضا في اتجاهات أخرى زي ما توقعته في البداية، التجاعيد والبشرة وكل هذه الأمور. طيب طالما الكولاجين هذا هالقد حلو وهالقد مهم، ويعني ما شاء الله عليه، وعظم وبشرة وتجاعيد، ومين بحبش هذا الكلام يعني؟ طب هو ايش اللي خلاه يروح؟ هو ايش يعني، وين السبب؟ ايش بنعمل احنا عشان يروح هذا الكولاجين؟ واكيد كيف بدي ارجعه تاني. مدمرات الكولاجين تخيلوا اثنين، فقط اثنين. أكثر شيء مدمر للكولاجين بيكرهه يعني إيش على الآخر؟ السكر عدو للكولاجين، والعدو الآخر إيش؟ التدخين. أنا صراحة لا يعني لا أرغب في الخوض في الحديث عن التدخين والمدخنين، لأنهم أدرى المدخنين دائما بمضار التدخين أكثر منا، لكن هنا مضطر لأنه هو واحد من أهم مدمرات الكولاجين، هو إيش؟ هو التدخين. طيب الوجه الآخر الآن،
كيف أعزز الكولاجين؟ بدي أعززه بالزنك، بدي أعززه بالفيتامين سي، بدي أعززه بالنحاس. طب أنت بتقول لنا زنك، ومن وين أجيب الزنك؟ والنحاس من وين أجيبه؟ الفيتامين سي مقدور عليه، يعني بناكل هالكيوي وبنحصل على فيتامين سي، هالجوافة بنحصل على الفيتامين سي. طب والتانيين؟ استنى معنا وحندي لك وصفة اليوم ولا أجمل من هيك، وفيها كل شيء إن شاء الله. ذكرنا إذن عنصرين في بنية رئيسية في تكون من العظام، وهم الكولاجين وفوسفات الكالسيوم. شفنا ليش الكولاجين، لأن ننتقل لماذا إيش فوسفات الكالسيوم. فوسفات الكالسيوم له علاقة مباشرة مع أمرين، مع فيتامين د ومع الكالسيوم. إذا هدول الأكسجين تبعون العظم، وبالتالي هذا الفوسفات، شكل الفوسفات تبع الكالسيوم يتم امتصاصه بمساعدة مين؟ فيتامين د. إذا عرفتوا ليش بدي فوسفات؟ عشان إيش؟ دائما الأسهل في امتصاص الفيتامين د. علاقة الفوسفات الكالسيوم علاقة وطيدة جدا بإيش؟ ومؤثرة في كمية الفوسفات في الدم وعلى مستوى الكالسيوم في الدم. إذا صار عندي زولوها مثلث آخر، فوسفات كالسيوم، فيتامين د، كالسيوم. شوفوا، فوسفات كالسيوم، فيتامين د وكالسيوم، هدول الثلاثة مع بعض بروحوا بيعملوا توليفة، وبصير عندي امتصاص جيد للفيتامين د وظهور أو عمل أفضل لمين؟ للكالسيوم. الجميل في موضوع فوسفات الكالسيوم ليس فقط علاقته مع الفيتامين د، وإنما هو أيضا ينظم هرمون يسمى هرمون الغدة الجردرقية، وهذا الهرمون رئيسي جدا في إيش؟ في عملية تحديد مستويات الكالسيوم في الدم. إحنا دائما لما نشوف نعطي كالسيوم ونعطي كالسيوم ونعطيه بالليل حسب الشروط يعني وحسب الأصول، كما نعلم امتصاص الكالسيوم يتم مساء. ليش؟ لأن هرمون الجردرقية هذا اللي بحكي عنه يعمل مساء، وهو المسؤول على مين؟ على امتصاص الكالسيوم. طب مين مسؤول على تنظيم هذا الهرمون في حال انه انا باخذ كالسيوم وبالليل بروح بفحص كالسيوم بلاقي ايش؟ بلاقي فيش عندي كالسيوم. طب وين المشكله؟ المشكله في هرمون الجردرقيه. طب ليش؟ طب هات نظمه. كيف نظمه؟ في عندي فوسفات مين؟ الكالسيوم. فبروح فوسفات الكالسيوم بنظم هرمون الجردرقيه، وبالتالي بصير انا استفيد من مين؟ من الكالسيوم. هذه العلاقة ما بين الكولاجين وفوسفات الكالسيوم والفيتامين د والكالسيوم، نجد إيش؟ أن مشاكل الأسنان على وجه التحديد، الأسنان الهشة، في كثير أطباء الأسنان يشكو أنه فلان ممكن يكونوا أطفال، ممكن يكونوا كبار، أنه أسنانه هشة تسقط لوحدها. تمام؟ طب وين المشكلة؟ المشكلة هين في الفوسفات، فوسفات الكالسيوم بنظمش هرمون جاري الدرقية، مشكلة في نقص حاد في الكولاجين، والنقص في كلاهما أكيد في هذا الموضوع. الوصفة، وصفة اليوم بدنا نعزز فيها هدول الأمرين، الكولاجين وفوسفات الكالسيوم. وإذا عززنا هدول إحنا دخلنا في صلب البنية التحتية لمين؟ للعظام، وهي من أروع الأمور للوقاية والعلاج والشعور بالمتانة والحركة السهلة وضمان أسنان قوية. يعني كلام إلى ما لا نهاية جميل في هذا الاتجاه. ما هي الوصفة؟ وصفة شوربة السمك. شوربة السمك تحدثنا سابقا عن شوربة العظم، فاكرين؟
لكن جاءني كثير من الرسائل أن هناك من لا يرغب بشوربة العظم، خاصة الناس النباتيون. هذه فرصة للناس النباتيين في هذه الشوربة الرائعة جدا، ومصدر ممتاز للمعادن، ومصدر هام لمين؟ للكولاجين، ومصدر كامل للكالسيوم وفوسفات الكالسيوم. وليس فقط هذا، بل هو أيضا غذاء للدماغ وغني بأحماض الأوميجا 3. وبالتالي فوائد شوربة السمك فوائد عادة يعني لا تعد ولا تحصى. بقدر ما مرق العظم قديش تحدثنا عنه بأنه جميل، وشوربة السمك لا تقل جودة وأهمية وقوة أيضا، بل متميزة عن مرق العظم بوجود الفوسفات الكالسيوم والكولاجين في صنف واحد، في مصدر واحد. إذن نوصيكم بهذه الشوربة لمن يعاني من هشاشة العظام ومشاكل كثيرة في عدم قدرته للحركة، الكسور المتعددة، كل يوم التاني هو بنكسر إيده ولا رجله ولا أي شيء من هذه العظام. ننصح بتناول شوربة السمك، لو تناولها كوجبة كعلاج كل يوم لمدة أسبوع واحد فقط، سوف يرى نتائج مبهرة مذهلة في هذا الجانب، والتحام للكسور بشكل سريع، قوة لكثافة العظام بشكل يعني يكاد لا يصدق من سرعة الاستجابة في هذا الموضوع. بعد ذلك يتم أخذها مرتين في الأسبوع، وبعد ذلك مرة في الأسبوع، حتى يداوم على إيش؟ على حيوية وديمومة في حيوية هذا العظام. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.